بالنسبة للنسخة المدفوعة من البرنامج ده، لو دوست على علامة الـ ID هيظهر لك الصفحة دي ومكتوب فيها You are a Pro. أما لو أنت على النسخة المجانية هتلاقي مكتوب هنا Upgrade to Pro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن طريقة تغيير شريط الإشعارات من اللون الرمادي للون الشفاف، وده لأن أغلب الناس اتفاجئوا بعد ما نزلوا التحديث إن شريط الإشعارات نازل باللون الرمادي. فلو أنت معاك ريدمي نوت 8 ولسه ما نزلتش التحديث، هيظهر لك دلوقتي في علامة الآي اللي فوق فيديو بيوضح لك طريقة تثبيت التحديث بشكل يدوي. أما لو أنت نزلت التحديث بس لسه ما فعلتش شريط التنقل بين التطبيقات، هيظهر لك دلوقتي في علامة الآي اللي فوق فيديو بيوضح لك طريقة تفعيل الخاصية دي على موبايلك. أما لو أنت نزلت التحديث عايز تغير شريط الاشعارات من اللون الرمادي للون الشفاف، خليك معنا لحد اخر الفيديو. بس قبل ما نبدا، ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نشوف الشرح. اهلا وسهلا بيكم مره تانيه على قناه كوكب التكنولوجيا. عشان نقدر نفعل الخاصية دي على جهازنا هنستخدم برنامج صغير وبسيط جدا، وطبعا البرنامج ده بيكون فيه منه نسختين، نسخة مجانية ونسخة مدفوعة. وزي ما انتوا عارفين ان دايما النسخة المجانية بيكون فيها مشاكل وبتبطئ الجهاز وبتظهر اعلانات ملهاش اي لازمة، اما النسخة المدفوعة بتكون مستقرة اكتر ومفيش منها اي ضرر على الجهاز وما بتظهرش اي اعلانات ملهاش لازمة. وزي ما عودناكم ان دايما كل البرامج اللي بننزلها عندنا على القناة بتكون نسخة مدفوعة وكاملة ومفيش منها اي مشاكل على الجهاز. اول حاجة هتعملها هتنزل الملف اللي موجود في صندوق وصف الفيديو وتثبته على زي ما بتثبت اي ابلكيشن، وهيظهر لك دلوقتي في علامه الاي اللي فوق فيديو بيوضح لك طريقه تنزيل وتثبيت اي ملف من على القناه. بعد ما نزلت الابلكيشن وثبته هتفتح الايكون دي، هيفتح معاك بالشكل ده. اول حاجه هتدوس هنا وبعدين تفعل دي وبعدين تدي له كل الصلاحيات اللي هيطلبها. بعد ما تدي له كل الصلاحيات هيفتح معاك البرنامج تاني بالشكل ده. هندوس على اوكي وبعدين ندوس على اوكي، هيظهر معانا شريط الاشعارات باللون الشفاف زي ما انتوا شايفين دلوقتي. وبعدين هنخرج على الهوم سكرين ونيجي على الايكون بتاعت البرنامج، ندوس عليها دوسه طويله وندوس على اب انفو، وبعدين هتعمل خطوات زي ما هتشوفها دلوقتي. بعد ما تخلص الخطوات دي يفضل انك تعمل ريستارت للجهاز. بعد ما نعمل ريستارت للجهاز بنسيبه دقيقه او اتنين عشان نديله فرصه يفتح البرامج اللي بتكون مفتوحه في الباك جراوند. بعد كده بتنزل اشعارات، بتلاقي الاشعارات شكلها اتغير بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي على الشاشه. ومن ضمن المميزات اللي عجبتني جدا في شريط الاشعارات الجديد ان انت تقدر تحول ما بين الاختصارات والاشعارات بطريقه سهله جدا، لان بصراحه في الاول الموضوع كان صعب شويه. عشان اقدر اغير ما بين الاختصارات والاشعارات كان لازم اطلع شريط الاشعارات وانزله من النص الشمال بتاع الشاشه، وطبعا عشان تعمل كده في شاشه بحجم الريدمي نوت 8 بيبقى لازم انك تغير ماسكتك للجهاز. اما دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير من الاول، لان انت لو عايز تغير ما بين الاختصارات والاشعارات كل اللي عليك انك هتعمل سوايب من المكان ده. فبصراحة انا شايف ان دي ميزة جديدة ومهمة جدا وبتسهل عليك كتير في الاستخدام. حاجة تانية كنت عايز اقولك عليها، لو انت على الهوم سكرين وعملت سوايب من المكان ده هيفتح لك شريط الاشعارات القديم اللي كان باللون الرمادي، اما لو رفعت ايدك لفوق ونزلت شريط الاشعارات من المكان ده هينزل لك شريط الاشعارات الشفاف اللي احنا لسه منزلينه. وطبعا الموضوع ده ما بيحصلش معاك غير في الهوم سكرين بس. وبس كده يا معلم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وياريت كمان يا شباب ما تنسيش تعملوا شير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.